مشاهدينا، وكما عرضنا لكم قبل قليل أيضا عن النمسا، حيث ستتخذ النمسا إجراءات جديدة على طالبي اللجوء تلزمهم على العمل بأشغال معينة، ومن يرفض سيتم تخفيض الدعم النقدي المقدم له إلى النصف، كما أشار وزير الداخلية النمساوي. للمناقشة في هذا الموضوع ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا من فيينا. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، بداية، النمسا تقر هذه الإجراءات الجديدة، لو تحدثنا بشكل مفصل عنها. تحياتي كاترين، تحياتي لجميع السادة المشاهدين ومتابعين قناتكم المقرة، قناة سوريا تي في. يعني مع الأسف يستمر حزب الشعب بسياسته اللي بتحاول التضييق على طالبي اللجوء ضمن إجراءات تعتبر في الغالب ذات طابع شكلي أكثر من أي طابع عملي. يعني اليوم وزير الداخلية جهاد كارنر ووزيرة الاندماج والأسرة سوزان راب يحاولان يعني المراهنة على مبلغ لا يتجاوز 40 يورو لطالبي اللجوء، فهذا هو الرهان بصراحة. حزب الشعب اليوم يعمل على 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 حملة انتخابية، ليس أولها حملة الانتخابات الأوروبية في مطلع الشهر المقبل، وليس آخرها الانتخابات البرلمانية على مستوى النمسا في 29 من نوفمبر أيضا المقبل. فبالتالي هذا الموضوع صراحة انتقدته العديد من الشخصيات والسياسيين في النمسا، وخاصة من المعارضة، وقالوا أنه هو شيء شكلي، ويضاف على أنه ليس أكثر من تضييق على طالبي اللجوء المكلومين، والذين هم بالأصل نزحوا من 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 دول يعني تعاني من الحروب، ويراهنون ويضيقون عليهم بمبلغ 40 يورو. طبعا الموضوع فعليا هو لم ينتهي بعد، ولم يبدأ بعد فعليا، ما زال يريد المرور بالعديد من يعني خلينا نقول الآليات المؤسساتية داخل الدولة النمساوية. يضاف على ذلك الأكثر من ذلك أنه لا ينطبق على النازحين من أوكرانيا، فبالتالي القانون أو هذا الفكرة هي فعليا تمييزية بطابعها الفوري قبل أن تصبح شيء قابل للتنفيذ. ولكن أستاذ أحمد، لماذا تتخذ هذه الفكرة طابع تمييزي وتضييق للاجئين، في حين أنها من الممكن أن تساعد على يعني مساعدة اللاجئ في الاندماج أكثر، ربما في المجتمع، في تطوير اللغة ربما أيضا، أليس كذلك؟ كلامك دقيق سيدتي الكريمة، ولكن عندما يكون الموضوع ينبع من الإجبارية هنا يكون مخالف للقانون. يعني أنا أقول لطالب اللجوء بإمكانك العمل، على فكرة حتى من يعمل سيحصل على أجر يصل إلى يورو ونصف في الساعة. يضاف على ذلك يعني، فهذا بالتالي من الممكن على طالب اللجوء فعلا أن يحصل على فوائد، ولكن هو مبلغ رمزي، والعديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية قالت أن هذا الشيء هو شيء من أنواع العبودية، خاصة يعني إن كانت كاريتاس دياكوني المنظمات المعنية بطالبي اللجوء، فهو في هذه الحالة يأخذ الطابع التمييزي. أما ويضاف على ذلك أنه لمن يرفض اللجوء، عفوا، لمن يرفض العمل سيخصم 50% من ال 40 يورو، سيخصم منه 20 يورو في الشهر. يعني هذه المراهنة خاسرة بصراحة. فبالتالي من هذه النقطة باعتبار أنه إجباري فهو يأخذ الطابع التمييزي، وبالتالي هو يسقط في أول محكمة أو أي حدا يرفع قضية أو يحاول أن يقاضي القانون أو وزارة الداخلية أو الجهات المعنية. هذا القانون قابل لأن يسقط فورا، ولا يستبعد أن ينتقد من المفوضية الأوروبية، وبالتالي لأن هذه الأمور تراقب بالنمسا يعني بشكل خلينا نقول يعني واضح، ويوجه انتقاد من المفوضية الأوروبية ويلغى هذا القانون لأنه يأخذ الطابع الإجباري. طالب اللجوء من حقه عندما يدخل إلى أوروبا أن يحصل على المسكن والمأكل والمشرب، يضاف على ذلك التأمين الصحي، ولا من حق الدولة أن تطلب منه القيام بأعمال هو يرفضها. في حال هو قد طرحوا عليه بعض الأعمال وقال لهم أنا موافق، إذن هنا انتهت المشكلة القانونية، ولكن عندما يجبر على القيام بشيء فهذا شيء من الاستعباد، وهذا لا أعتقد أنه موجود بالدستور النمساوي. وهذا القانون يجبر من هم طالبي اللجوء أو من أخذوا إقامات؟ لا، طالبي اللجوء فقط، من أخذ الإقامة هذا صار في له ترتيب آخر، ويخضع إلى مؤسسات أخرى من بينها مكتب العمل، صندوق الاندماج النمساوي OIF، العديد من
الجهات المعنية بحالته، لكن هذا القانون ينطبق فقط على طالبي اللجوء. وأضف على ذلك أستاذة كاترين أن 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 قامت النمسا أيضا الآن أول مقاطعات النمسا ما يقال عنها النيدر أوسترخ أو النمسا السفلى بتقديم بطاقة بنكية، يعني حتى هذا المبلغ 40 يورو يوضع داخل بطاقة بنكية من بإمكان طالب اللجوء أن يستخدمها فقط للشراء من مراكز التسوق، لا يحق بها أي تحويل أي مبلغ، لا يحق له شراء التبغ أو التدخين أو ما إلى ذلك. يعني طبعا هذه المبادرة بدأت أو ستبدأ مع مطلع الشهر المقبل، ومن الممكن أن تعمم على كافة مقاطعات النمساوية، ولكن الرهان المضحك بصراحة هو أن الرهان كله هو على 40 يورو. طيب، وهل البلدية هي من تقوم يعني بطرح فكرة العمل أو أين سيعمل وكم ساعة عمل؟ هل هي المسؤولة عن هذا الموضوع؟ صراحة حتى الآن لم يصدر بعض يعني التفاصيل لأين سيعملون، ولكن هم حتما سيعملون ببعض خلينا نقول المواقع الخدمية ليس أكثر من ذلك. أضفي على ذلك أستاذة كاترين أن طالبي اللجوء من الآن يعني سيخضعون أيضا لدورة تدريبية لمدة أعتقد 90 دقيقة أو ما إلى ذلك على مدار 3 أيام. سنتحدث عن هذه النقطة نعم لاحقا، ولكن يعني ننتهي من ملف الإجبار على العمل. كم ساعة عمل تقريبا في الأسبوع أستاذ أحمد؟ يعني لا أعتقد أن الموضوع سيتجاوز 10 ساعات بأحسن أحواله، باعتبار أن الأسبوع يعني أسبوع العمل 5 أيام، وسيعمل طالب اللجوء 2 ساعة. صراحة لا يوجد حتى الآن يعني تفسير واضح لهذا القانون، وسيتوضح خلال الأيام المقبلة باعتبار أنه جديد وما زالت قيد التطوير. صحيح أن وزارة الداخلية أعلنت عنه، ولكن هذا لا يعني أنه بدأ بتنفيذه من اللحظة الأولى لقراءته من خلال السيد جيرهارد كانر وزير الداخلية. طيب، وتقريبا كم يعني المبلغ المساعدات الذي يأخذها طالب اللجوء يتراوح كم تقريبيا؟ كل طالب لجوء يعيش في الكامب الخاص به الذي يعني قامت الدولة أو مؤسسة اللجوء بفرز إليها يحصل على مبلغ 40 يورو، يضاف على ذلك أنه مؤمن المأكل والمشرب، يعني 40 يورو هي مصروف الجيب. أما في يوجد آخرين يعني أو آخرون عفوا، هدول بيطلعوا بيسكنوا لوحدهم فبيحصلوا على مبلغ بيعوض عن إيجار المنزل وبعض يعني الحياة اليومية، فمبلغ أعتقد لا يتجاوز في أحسن حالاته 420 يورو للبالغ، وما يصل إلى 200 يورو لكل طفل. فبالتالي حتى هذا المبلغ صراحة لا يوجد تفسير واضح، هل من يسكن لوحده أيضا سيخضع لأن يعمل بشكل إلزامي؟ صراحة حتى هذا الموضوع لا يوجد حتى الآن به تفسير واضح قبل يعني بدء تنفيذ هذا البرنامج، ولكن النقطة المؤكد من تنفيذها هي من هم موجودين في كامبات اللجوء وموجودين ضمن مكان معين وواضح، مثل كما تفضلت ممكن يحصلوا على بعض المهام من خلال البلدية وما إلى ذلك. فبالتالي هي المبلغ 40 يورو، أما هم لن يطردوا خارج المكان الذي يعني يأويهم أو سيمنع عنهم الطعام والتأمين الصحي، لا، هي فقط الرهان على 40 يورو ما يقال له هو البوكيت ماني، المصروف الجيب الذي يحصل عليه طالب اللجوء شهريا. أستاذ وحتى أحمد ذلك سيحصل عليه من خلال بطاقة كما قلنا، يعني لن يحصل عليه كاش، سيصير من خلال بطاقة. نعم أستاذ أحمد، نعود للحديث عن النقطة التي تطرقت إليها وهي دورات القيم، حدثنا أكثر عنها. يعني دورات القيم كما قالت وزيرة الاندماج السيدة سوزانا راب من حزب الشعب اليمين الوسط، قالت أن دورات الاندماج يجب أن يعني خلينا نقول يعني طبعا هذه ستكون باللغة الأم لكل طالب لجوء، يعني اللي بالعربي بيحكي بالعربي، بالأفغاني والفارسي وما إلى ذلك. فهي دورة بتعلم بعض القيم، منظومة الديمقراطية، منظومة الشرطة الموجودة، موضوع المرأة، حقوق الطفل إلى حقوق، موضوع يعني التعدي على الآخرين، موضوع حمل الأسلحة، يعني مع الأسف انتشرت بالفترة الأخيرة موضوع انتشار الأسلحة البيضاء وما إلى ذلك في بعض الأحياء المشهورة في فيينا، يعني وحتى وزارة الداخلية ذهبت بأبعد من ذلك وجعلت جزء من منطقة داخل فيينا يمنع على أي أحد أن يحمل بها سلاح أبيض.
فبالتالي منظومة يعني هذه الدورة التدريبية ستدور حول بعض القيم. أنا أرى هذه الدورة ضرورية جدا بصراحة، وهي خطوة ممتازة لإطلاع طالبي اللجوء على بعض التفاصيل وكيف تسير هذه الدولة، يعني خاصة أن كما أسلفنا في البداية العديد من طالبي اللجوء الذين جاءوا يعني إن كان من مخيمات، إن كان من سوريا، إن كان من أي مكان، يفتقرون إلى طريقة وآلية عمل هذه الدول ومؤسساتها، فبالتالي يحصل العديد من مواقف سوء الفهم المتعلقة، ما يقال بالشرف، ما يقال بالدين، ما يقال بالأعراق والتنمر على الآخر وما إلى ذلك. فبالتالي هذه نقطة أعتقد ضرورية ومن الممكن العمل عليها بشكل مبكر. طبعا هذه الدورات عادة يحصل عليها طالب اللجوء بعد حصوله على اللجوء خلال شهر إلى شهرين بأحسن الحالات من حصوله على قرار اللجوء، وأما الآن أصبح يعني فينا نقول من بداية أو من أولى ساعات دخوله إلى النمسا وتصنيفه. إذن وهي تكون يعني دورة محددة الأيام أليس كذلك؟ صحيح صحيح، محددة الساعات سيدتي. يعني هي ما بين، قالوا أنها 90 دقيقة أعتقد، يعني ساعة ونصف لمدة 3 أيام، يعني هي حتى هي شيء رمزي. أنا أعتقد هذه النقطة ضرورية جدا وضروري التركيز عليها أكثر، لأن الجميع العديد من طالبي اللجوء خاصة الذين جاءوا بالفترة الأخيرة فعلا يفتقرون إلى أدنى يعني المعرفة بطرق وآليات عمل هذه الموضوع. ونحن بإنفوجراد بالنمسا ميديا نحاول دائما تقديم المعلومات من خلال منصاتنا المعروفة في النمسا، تقديم المعلومات، تقديم القوانين، تقديم كل ما هو جديد، وضع رؤية كاملة عن المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نعم شكراً. التي تحاول يعني بصراحة. نعم شكرا جزيلا لك رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا أحمد مراد، كنت معنا من فيينا. شكرا لك.